أسئلة متعددة تسأل عن مسألة واحدة وهي العذر بالجهل، متى يعذر الإنسان بجهله في العقيدة؟ إذا لم يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ما سمع هذا ولا بلغه. هل هناك أحد الآن ما يسمع النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد؟ والقرآن يتلى على رؤوس الأشهاد ويبلغ المشارق والمغارب، إلى متى؟ الأمور الظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، نعم هذه يعذر فيها بالجهل حتى تبين لصاحبها. أما الأمور الظاهرة مثل وجوب الصلاة، مثل إخلاص العبادة لله، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، أركان الإسلام، هذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. نعم.